صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية بافتتاح بتدشين 4 مشاريع في منطقة حفر الباطن بقيمة إجمالية تقريبية 59 مليون ريال سعودي. تشمل هذه المشاريع تدشين مبنى إدارة الطرق بحفر الباطن، أيضا صيانة طريق رفحة حفر الباطن بطول 15 كيلو، كما تشمل صيانة طريق القاعدة السفانية سمودة بطول 30 كيلومتر، أيضا تدشين مشروع صيانة معرج السبان بطول 6 كيلومتر. كما سيقوم صاحب السمو الملكي بوضع حجر الأساس لعدد مشروعين، الأول صيانة طريق حفر باطن رفحة بطول 30 كيلومتر، المشروع الثاني هو مشروع ربط طريق الرياض بطريق حفر الباطن النعرية بطول 9 كيلومتر، تسهيلا للمواطنين وخدمة للجامعة في المنطقة.